يا ترى كان هل النهارده مؤسسه التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفه عشان تراعي الخطه او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا. اذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضه او اقتصادياتها متواضعه، ودي كلمه يعني مهذبه، يعني انا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبه، هتعمل ايه؟ احنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 ان في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقه والمناخ وكلام من هذا القبيل، واحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، احنا بنتكلم النهارده من 15 للنهارده يعني حوالي 8 9 سنين، لم يضخ اموال بالقيمه ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. التعهدات دي تمت من دول متقدمه ودول اقتصادياتها ضخمه جدا وعملاقه، وبالمناسبه وهي المسؤوله عن كتير من اسباب التغير المناخي الموجوده في العالم.